يجاوبوا بسرعة إن شاء الله يا رب، لأن مصيبة مصيبة مصيبة. لك رد رد لك رد. ألو ألو، السلام عليكم، شو رأيك أخي؟ وعليكم السلام، يا هلا. أنتوا استلامات؟ أيوة استلامات شركة اتصالات. كيف صحة أخي؟ تمام نشكر الله أخي. بس بعد أمرك استفسار صغير يعني أو سؤال، الله يخليك، الأمر كتير كتير خطر وضروري يعني. تفضل أخي بسمعك. أخي أنا ابني الصغيرة بيلعب بالجهاز تبعي بالتليفون، طلع الشريحة وبلعه. يا لطيف، شلونك بلع أخي؟ هاي يعني فورا لازم تطلب إسعاف؟ لا لا أخي ما في داعي للإسعاف. ليش الإسعاف؟ أنا بس بدي أسألك يعني إذا ابني حكى يروح شيء بالوحدات.